شنو هو الاسباب ديالها؟ صارح عليا انني ندير حقن بلازما، ولكن حقن بلازما دارها ليا في بطانه الرحم. بحكم بطانه الرحم عندي ما كانش كتشبر لي البيبي وما كانش كتكبر، الحمد لله من دارها ليا وعاودنا من وراها ترانسفير ارجع لاجينا. ها انا الحمد لله اليوم حامله تقريبا عندي 3 اسابيع. رئيس الجمعيه الملكيه المغربيه لامراض النساء والتوليد، دونك تعقيب على ما جاء في واحد النشره الرئيسيه ديال يوم الثلاثاء 5 في شهر ماي، في النشره الرئيسيه في 9:30 كان واحد طبيب عام كيهضر على البي ار بي. البيربي اللي هو البلازما غني بالصفائح، الصفائح دونك لي بلاكيت، هذاك البلازما سي لو بلازما ريش اون بلاكيت اللي كيتسمى لو بيربي. دونك شفنا في ذاك النشره الرئيسيه بانه لو بيربي كيعطي واحد النتيجه اللي هي خياليه ومزيانه بزاف بالنسبه لو راجونيسمون دي زوفير، بالنسبه للناس اللي او العيالات اللي وصلوا لواحد السن ديال 45 50 عام ولا 55 عام، ولا الناس اللي مشات عليهم حق الشهر مبكره، دونك لا مينوبوز بريكوس ولا لانسوفيزونس اوفاريان بريماتوري. وهاد الناس هادو جبنا داك البيربي بحال اللي هو واحد الوسيله اللي هي خياليه، وهي واحد الحاجه اللي جات عن الله منين جات، باش نقولوا هاد لو بيربي كيعطي واحد النتيجه حسنه، ولي فام مينوبوزي بوف تومبي انسان. العيالات اللي وصلوا لسن الياس ولا اكثر من سن الياس، الا عملنا لهم هاد لو بيربي في لي زوفير كيوليو هاد العيالات باش يوليو يحملوا ويوليو تعمل داك لي زوفوسيت ديالهم يرجعوا مزيان، ولا ماش ترجع مزيانه عندهم وكل شيء عندهم مزيان. هادشي كله ما لا اولا لا اساس لهم من الصحه، اوكين اتيود سيانتيفيك بروف سا، ما كاين حتى شي دراسه علميه بصفه اكيده ومؤكده اللي كتبت هذا الشيء بانه لو بيربي كيولي راجوني لي زوفير، كتوصل السيده حامله باش تولد الحمل ديالها. دونك استدير من تولد 3 شهور، الا كان وحده اللي ولدت هكا يمكننا نعرفوها، وهذا الانسان خصو يبقى على اي حال باش نشوفوا. كونك دراسات في العالم كله حول البيربي بو لو راجونيسمون دي زوفير باش يمكن له يولي داك لي زوفير يوليو يخدموا مزيان، ولكن ما كاينش شي حاجه اكيده بصفه منتظمه اللي كيمكننا نقولوا هاد السيده اللي عملنا لها البيربي في لي زوفير ديالها باش يمكن لها تولي تحمل. دونك هذا انا كرئيس جمعيه اطباء امراض النساء والتوليد بالقطاع الخاص في المغرب كندد بانه ما جا في هاد النشره الرئيسيه ديال يوم الثلاثاء مع 9:30 الليل ديال الطبيب ديال طنجه. وهذا على اي حال لا اساس له من الصحه، وما كاين اوكون افيكاسيتي كي ايت بروفي، اوكون ايتود سيانتيفيك بروفي دو فاسون فورميل على هذا لو بيربي بور راجونير لي زوفير، باش السيده يمكن لها تولد. السيده اللي عندها وصلت لسن الياس وما فوق سن الياس باش يمكن لها تحمل هذه السيده هذه وتولد 3 شهور. دونك هذا اولا سي دي شوز كي نو سون ابسوليمون با فوندي، سون دينيي دو تو فوندمون بريميرمون، aucune étude scientifique n'a été prouvée deuxièmement, et aucune efficacité ديال le PRP pour rajeunir les ovaires باش السيده يمكن لها تحمل n'a été prouvée ni على les ovaires ولا عاوتاني نهضروا على البطانه ديال 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 الرحم ديال لوندوميتر، باش السيده اللي كدير بزاف تاع لي فوسكوش ريبيتيسيون هاد لوندوميتر كيولي يرجع صغير ويولي يرجع جون، باش السيده يمكن لها تحمل. دونك هادشي كله aucune étude scientifique ne l'a prouvé de façon formelle. دونك ما يمكنناش نجيو حنايا باش نقولوا للشعب المغربي والنساء المغربيات كلهم بصفه منتظمه وبصفه في 9:30 ديال الليل في 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 في, في النشره الرئيسيه ديال 9:30 ديال نهار 3/5 ماي باش نجيو نقولوا الطب الطبيب العام، هو ماشي طبيب اختصاصي، الطب العام باش يمكننا يقولوا هو هذا اللي كيمكننا نجيو باش نقولوا راه كندير شويه البيربي في لي زوفير ولا كندير شويه البيربي في هذا، باش النساء اللي ما كيحملوش ولا النساء اللي دازوا سن الياس ولا النساء اللي عندهم انسوفيسونس اوفاريان بريماتور اللي عندهم مينوبوز بريكوس يمكن لهم يحملوا غراس او بيربي. هادشي كله انا كنقول لك كاين دراسات ولكن ما كاينش ني با فالور اوجوردي اوكون افيكاسيتي اوكون اتيود سيانتيفيك بروفي بصفه اكيده دو فاسون فورميل كي بروف كوم كوا لو بيربي راجوني لي زوفير اي في بيتيتر ان تي بو يعطينا دي زوفوسيت كي سون دو كاليتي اللي كيمكن يمشيو يجيبوا حتى هذاك الحمل يمكن له يمشي حتى 9 شهور وتولد السيده من 9 شهور. دونك هذا هو اللي بغيت نعقب عليه،
باش الانسان يكون الامور واضحه بالنسبه للشعب المغربي وبالنسبه للناس كلهم، النساء الحوامل، النساء المغربيات اللي وصلوا للياس. ما يمكنناش نقولوا البيربير جابت واحد النتيجه ولا جاب واحد المعجزه، المعجزه هي ديال البيربي باش النساء الحوامل يمكن لهم يحملوا، النساء اللي وصلوا للياس يمكن لهم يحملوا غراسو بيربي. هادشي ديني دو تو فوندمون هي الاولى. Et deuxièmement, aucune efficacité n'a été prouvée et aucune étude scientifique n'a été prouvée. Wa shukran jazil. Docteur Nourdine Lwenjli, هي اختصاصي في بيولوجيا الانجاب وفي تقنيات التخصيب الخارجي والمساعده الطبيه على الانجاب. كان بغيت نعمل واحد سميتو نقولوا ديكلاراسيون من بعد ما شفت في قناه رئيسيه مع 9 ونص نهار 3/5 ماي واحد طبيب من الشمال كيهضر على حقن البلازما اللي انريشي اون بلاكيت، زعما اللي فيها الصفائح ديال الدوره الدمويه، كنجمعوهم في واحد التحضير صغير وكنديروهم في المبيض اولا كنديروهم في الرحم لاغراض خصنا نعرفوا، لان ما يمكنناش نستغلوا الياس ديال الناس اللي كيسينوا هذاك الجنين وكيبقاو يديروا اي حاجه تقترحت عليهم. هذه التقنيات ديال حقن البلازما في المبيض ولا في الرحم هي تقنيات تجريبيه، مازال ما كاينش دراسه زعما على عدد كبير من الناس وبمقارنه مع ناس في نفس السن ونفس المشكل الصحي مع ناس اخرين اللي ما عندهمش ما داروش هاد الحقن البلازما، ما كانتش شي مقارنه اللي غادي تبين لنا كاين واحد زعما واحد مفعول ايجابي ديال هذاك الحقن البلازما. ولهذا مسائل من ناحيه راسيونيل، من ناحيه التفكير، حقيقه داخل ذاك الصفائح كاين مواد اللي يمكن لها تعطي ايجابيات في المبيض وفي غلاف الرحم، ولكن من ناحيه التطبيقي مازال حتى شي دراسه علميه على 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 عدد كبير من الازواج ما عطاتش واحد زعما واحد استنتاج صريح، لان كتقول لك بانه هاد التقنيه كتعطي اكثر من الاجنه ولا كتعطي اكثر من زعما من النساء الحوامل الا ما عملتيهاش ملي ولا ما عملتيهاش. ولهذا ما يمكنناش نستغلوا هذاك الكؤوبه ديال هذوك الازواج والمشاكل اللي عايشين بها ومساكنهم، نبداو نقولوا لهم نعطيهم شي امل اللي ما كاينش. نكونوا الله يخليكم واضحين، حقن البلازما مازال في اطار تجربه، مازال الدراسات اللي كاينه كلها تجربات على ما سميتو على كميه قليله من نسبه قليله من الازواج، ومازال ما عرفناش واش نجاح بعض الحالات راجع لذاك الحقن البلازما ولا راجع غير العوامل الاخرى، لان كاين عوامل كثيره اللي ما كتفسرش في نجاح الاخصاب الخارجي وفي نجاح سميتو اللي ما كنفهموش حتى النجاح علاش كيجي في بعض الحالات، وما كنكونوا دايرين لا حقن الصفائح ولا والو. ولهذا الله يخليكم كنقول لهذا الطبيب ما يمكنش يعطي الامل اللي ماشي عنده واحد وزن علمي للناس اللي مساكن في زون ديتريس، اللي في حال زعما عندهم واحد اكتئاب كبير على التعطال ديال ذاك الجنين اللي ما جاهمش، وخصوصا هو كيخضر على واحد السيجة اللي عملت ذاك التصريح، قالت عندها خمسة ديال ثمانية ديال الإجهاضات، ثمانية ديال الفوسكوش، ملي دار لها الحقن البلازما عاد حبلها. فين هو الدليل بأنه هو حقن البلازما هو اللي جعلها فيه اللي جعلها تحبل؟ ما يمكنش نقولوا ثمانية ديال الإجهاضات ومنين عملنا حقن البلازما هو اللي دار، لا هذه صدفة، ما يمكنش هذه علميا ما يمكنلاش تقال هكذا. علميا كيخصك تعطي واحد العدد ديال الازواج كيكونوا عاملين واحد عندهم تشابه في السن وفي السوابق الطبيه، وكنعملوا لهم واحد هذاك التريتمون ديال حقن الصفائح، وكناخذوا عاوتاني نفس الكميه ديال الازواج اللي ما كنعملوا لهمش حتى هما عندهم تشابه وما عندهمش
ما كنعملو لهمش هذاك حقن الصفائح، وكنقارنو عاد يمكننا نقولوا حقيقة إذا خدينا 100 حالة ديال الإجهاض وعندنا 50 عملنا لهم الصفائح في الرحيم و50 ما عملنا لهمش، هذوك اللي عملنا لهم نقصت النسبة ديال الإجهاض، عاد يمكننا نقولوا يمكن كاين واحد مفعول إيجابي ديال داك الصفائح على منع على نقصان زعما الإجهاض. ولكن هنا حالة ديال سيدة زعما درتي لا ما يمكنش نقولوا غير درنا صفائح حبلات من بعد، ما عندوش هذا الشيء، ما عندوش واحد أساس علمي، ما يمكنش، لأن كاين الصدفة في الطب، وكاين بزاف الحاجة اللي يمكن لها تفسر هذه الحالة هذه. وأنا كنأكد الله يخليكم ما يمكنناش الحوايج اللي كتستغل اللي كان ممكن نستغلوا ماشي حقيقية ما نبقاوش نصرحوها بحال إلا هي الحقيقة الكلية في الأزواج. الله يخليكم، خص واحد شوية لا غوتوني، خص على الأقل يكون واحد يصارح بأن المريض بأنه هذا ما كاينش حل آخر من غير هذا الشيء، واخا هذا الشيء تجريبي نحاولوا نشوفوا على الله، ولكن ما يعطيهاش كل أمل في هذه التقنيات الجديدة اللي ما عندهاش أساس علمي. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.